من أمام مقاضي عمالة مقاطعات الفداء مفصلطة، صاحبنا اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأكياس البلاستيكية الممنوعة. الوجهة سوق حي عمر بالخطاب لبيع الأكياس بالجملة. في أول عملية تفتيش تم ضبط كمية لا بأس بها من الأكياس البلاستيكية التي ما زال صاحب هذا المحل يروجها. عملية المباراة كنحاولوا ناخذ واحد الإخبارية مع شي مواطن ومع شي كوميرسون مع شي تاجر، كتكون عملية المباراة وبالتالي كنضبطوا واحد العملية كما شفتوا دابا أن ضبطنا واحد 80 كيلو ديال الأكياس البلاستيكية الممنوعة اللي تم تحرير محضر في حق هذا التاجر. ثم حجز الكمية وتحرير محضر في الموضوع. السيد المخالف اللي عنده الحيازة من أجل البيع حررنا في حقه محضر مخالفة، وهذا المحضر هذا أي توجه للمحكمة اللي تقول كلمة ديالها في الموضوع، وعلى حسب القانون راه الحيازة من أجل البيع من 10,000 درهم حتى 50,000 درهم غرامة مالية. السؤال، لماذا يفضل التجار المغامرة ببيع منتوج محظور، وهل الأكياس البديلة لا تحقق لهم الربح المطلوب؟ ولا بحال الكيلو ديال البلاستيك بحال الثوب، ما بقاش شي فرق ما بين، ولكن الناس ما عارفاش ما فهمتش هاد الشيء، ما فهمتش الثوب مع البلاستيك. ها القاعد عندنا، ها هو ها الشاشيات هما عندنا. ما كتخرجكش القاعد ما كتخرجش؟ باش كتخرجنا؟ اللي غير سولنا، إلا ما سولنا حدا راه ما كاين، ما عندنا ما نديرو بها. كنردوها إلا ما كنسولنا عليها. الوجهة الثانية سوق جميعة بنفس العمالة، وقفنا على انخراط بعض التجار السمك في استعمال منتجات بديلة لكنها حسب التجار لا تفي بالغرض المطلوب. بالنسبة لدابا الحوت المير نون سول ماشي مشكل، ولكن بالنسبة لواحد اللي كيدير الحوت الفران وشي حاجة هي اللي ما كاينش فين ديرها ليه، فهمتي؟ باكيت كيكون صغير ما كاينش كيدير لي مثلا الحوت الفران، ولا هذا هو الإشكالية اللي كاينة. لكن صاحب هذا المحل لبيع الدجاج كان له اختيار آخر ليكون مصيره حجز الكمية التي يستهلكها من أكياس بلاستيكية ليتم تحرير محضر مخالفة بشأنه. بل المخالفات اللي ضبطنا في هذا السوق هذا هي مخالفة توزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بعوض أو بدون عوض، وهذه العقوبة ديالها كتراوح ما بين 10,000 درهم و 50,000 درهم. حسب مصادر خاصة تواصلنا معها بحي عمر بالخطاب، بعض التجار يخزنون السلع في بعض منازل الحي المذكورة، لكن السؤال أين يتم تصنيع هذه الأكياس وكيف تصل إلى السوق بهذه السهولة؟